موضوع حراسة المرمى في نادي الزمالك، لو تفتكروا احنا الاسبوع اللي فات قلنا ان عواد غضبان بعد ما تم استبعاده من ماتش الدوري بتاع الاسماعيلي، واللاعب بالفعل قلب وشه شويه، بس مش عشان قلب وشه لعب ماتش ابو سليم امبارح، لا هو الراجل جوزيه جوميز عاجبه الاثنين حراس صبحي وعواد، هو بصراحه اثنين اسماء كبيره يعني، واتكلم معاهم على ان ايه، على ان انا ما عنديش حارس اساسي، ودي بقى برضه هتاخد اراء كتيره قوي، في البعض يقول لك لا لازم الحارس يكون موجود، وفي البعض الاخر يقول لك زي ما جوميز كده قال للحارسين اللي هيتالق في التدريبات وهيبقى مقنع بالنسبه لي هو اللي هيلعب، مفيش حارس اساسي في بطوله بعينها. والدليل على كلامه ده ان هو لاعب صبحي في الدوري ولاعب عواد في الكونفدراليه امبارح، وممكن تلاقي عواد في الدوري بكره او يوم الخميس في الماتش بتاع نادي الزمالك قدام الداخليه، وممكن تلاقي صبحي في الكونفدراليه في الماتش اللي جاي. اذا الموضوع محل تقييم عند جوميز، سواء هيستقر على لاعب بعينه أو هيعمل تبادل في هذا المركز. في اعتقادي الشخصي إن القصة ليها علاقة بملف تجديد عقود الاثنين، لأن الاثنين عقدهم بيخلص مع نهاية هذا الموسم. ربما هناك تنسيق ما بين جوزيه جوميز وإدارة نادي الزمالك، إن إدارة نادي الزمالك بالطبيعي عايزة تجدد ده وده. فأنا عشان أجدد ده وده، ما هو اللي مش هيلعب هيقول لك لا أنا أفكر بقى أنا أروح ألعب. مش هجدد العقد بيخلص في نادي الزمالك لان يستفاد فنيا ولا يستفاد ماديا لان اللاعب معناه هذا الموسم سيرحل مجانا. فده شق مهم جدا في هذا الملف اللي ليه علاقه بحراسه المرمى في نادي الزمالك. هيتعامل جوزيه جوميز ازاي في القصه دي واداره نادي الزمالك ازاي في القصه دي، ده اللي هنشوفه. في الوقت اللي محمد عواد كان وافق على تقليل عقده لان كان بياخد ما بين 16 و 18 مليون جنيه، مش قادر احدد الرقم بالظبط، لكن توكل اللي عارفينه ما بين 16 و 18 مليون جنيه في الموسم، ده العقد اللي اتعمل له في الفتره الماضيه من ساعه ما جه نادي الزمالك. لكن في نفس الوقت صبحي طالب انه يتساوى بعواد بعد ما عواد قال يعني عواد هينزل من 16 قول مثلا لما بين ال 10 وال 12، ما بين ال 10 وال 12. فصبحي بيقول يا جماعه انتوا دلوقتي هتدوا عواد جنيه، انا عايز جنيه، هتدوا له 10 انا عايز 10. وده مخلي شويه عواد اللي هو طب انا يا جماعه طب انا وافقت ان انا انزل، بس في نفس الوقت ايه لازم اتقدر ويبقى في نوع من انواع التمييز او التميز بالنسبه لي في الاطار المادي خلاص. فبرضو ده محل نقاش داخل نادي الزمالك وملف مهم جدا اعتقد نادي الزمالك هيحسمه خلال المرحله المقبله. بالمناسبه لاعيبة نادي الزمالك بينتظروا صرف مستحقاتهم المتأخرة، وفي بعض منهم اتكلم مع الكابتن عبد الواحد السيد وطالبوه بهذه المستحقات، واحنا استنينا كتير ومنتظرين المستحقات دي، لكن لحد دلوقتي ما فيش مستحقات. بس برضو طبقا لمعلوماتنا ان خلال الفترة اللي جاية المستحقات دي هتتسدد، هو كانت بتسدد منها جزء بالمناسبة، الباقي هيتسدد خلال الفترة اللي جاية. في الوقت برضو اللي محمود علاء طبعا هو حاسس بمدى التهميش اللي بيمر بيه، ما لعبش الماتش اللي فات ولا اللي قبله حتى مع الجهاز الفني الجديد، بالتالي هو منتظر تحديد موقفه من المشاركة عشان يشوف هيعمل ايه مع نهاية الموسم، هو كده كده عقده يخلص مع نهاية الموسم، فبالتالي محمود علاء بيبعد جدا، بيبعد حتى هذه اللحظة الا لو شارك خلال الفترة الجاية طبعا، بيبعد عن الاستمرار مع نادي الزمالك، ومش عايز يجدد لحد ما يحدد موقفه فنيا مع الفريق. زيزو عشان نطمن جماهير نادي الزمالك، هو اللاعب نفسه طمن الجماهير النهارده من خلال ستوري على الانستجرام، ففي اتجاه ان يتم راحته في ماتش الداخليه عشان يتم تجهيزه طبعا لمباراه القمه امام النادي الاهلي يوم 8 مارس، وهو عنصر غايه في الاهميه بالنسبه للفريق. ده البوست او ده الستوري بتاع زيزو، قال لك الحمد لله دائما وابدا، فكره ان الواحد يبقى سليم بس حاجه في حد ذاتها نعمه، طبعا نعمه عظيمه جدا، الحمد لله على فضل الله وكرمه، وشكرا جماهير الزمالك او جمهور الزمالك العظيم اللي مش حاجه غريبه عليه من دعم وسؤال على لعيبته، الحمد لله واشوفكم الماتش اللي جاي. بالتالي ده هو اكيد نفسه يلعب الماتش الجاي، ربما انا بقول لك الاتجاه عند الجهاز الفني في تفكير ان ما يبقاش فيه يعني ايه مجازفه بمشاركه زيزو في المباراه المقبله، لكن وارد ان هو يشارك في كل الاحوال، لكن الاهم ايه انه يلحق مباراة النهائي، ده اللي بيفكر فيه نادي الزمالك.